تقدمها لما اتفتحت. مساء الخير. اولا احنا شركة واو ديزاينز، احنا متخصصين في الخشب الطبيعي، يعني كل منتجاتنا بتبقى هي ناتشورال وود، وبيبقى شغلنا كله بيبقى هاند ميد. تمام. فده احنا بقالنا حوالي في السوق حوالي بنتكلم 12 سنه مثلا في السوق، الحمد لله في كل المعارض اللي احنا موجودين. الحمد لله عملنا اسم كويس، وان شاء الله بنتمنى الاستمراريه ان شاء الله. ابرز المنتجات اللي بتقدموها خلال المعرض ده او بشكل عام عن الشركه؟ هي دايما احنا بنحاول ان احنا نقدم نيو كوليكشن دايما، ما بنحاولش ان احنا ننزل كل اي معرض يكون فيه منتجات من المنتجات القديمه بتاعتنا، دايما بيبقى فيه منتجات جديده الحمد لله، متطورين ودايما في تطور. ابرز المنتجات الموجوده معانا؟ احنا دايما احنا شغالين على كل الفرنتشر، احنا شغالين في كل الفرنتشر يعني، بس دايما شغالين طبعا زي ما انت حياتك شايف احنا شغالين في اللي هو الناتشورال، مش بنشتغل اكشن مصنعه. المنتجات اللي موجوده معاكم في المعرض؟ احنا بنشتغل دايننج روم، باترونز، ليفنج، شغالين كله. اسعارها بتتراوح من كام لكام؟ يعني الاسعار متفاوته على حسب كله. تقديري مثلا؟ يعني بنتكلم يعني نبدا من اواخر العشرينات او التلاتينات. تمام. انتم في تخفيضات خلال المعرض؟ طبعا. بنسبه كام؟ حوالي 20%. 20%. ايه الجديد اللي انتم نازلين بيه خلال المعرض؟ حاجه بقى اللي هي تشد انتباه الجمهور خلال المعرض الحالي؟ لا، احنا دايما زي ما قلت لحضرتك احنا متجددين، ودايما في كل معرض لازم يبقى فيه اوض نوم جديده، في داينينج جديد. شايف الاقبال النهارده ازاي خاصه مع بادئ فعاليات اليوم الاول؟ اول يوم دايما بيبقى لسه بنشوف المردود وكده، بس الحمد لله في رجل كويس النهارده، وشايفين في حركه كويسه. الجمهور المستهدف؟ في النهارده بيبقى اغلب وبيبقى ناس من بره مصر وبيزوروا، يعني احنا متعودين من كده في اول يوم ده. حجم تواجدكم في السوق؟ الحمد لله يعني عملنا اسم في الفترة الأخيرة كويس جدا الحمد لله. تمتلكوا كم فرع تقريبا؟ لا، احنا دلوقتي عندنا فرع واحد في المعادي الجديدة، هو ده الفرع الوحيد حاليا، بس يعني ان شاء الله في حاجة قريب جدا في التجمع. استهدافاتكم للمرحلة المقبلة؟ طبعا بنأمل ان احنا نبقى متطورين، ونأمل ان احنا نكبر اسمنا أكتر ان شاء الله. فين المكسب بالنسبة لكم بيوصل؟ لا طبعا أكبر المعارض بالنسبة لكم. دول مشكل كام حضرتك؟ نعم. مشكل كام ليكم في فيرلكس تقريبا؟ يعني اول ما بدا يعني احنا زمان جدا في فيرلكس، يعني زمان جدا. اشكر حضرتك واتمنى ما اكونش انا.